تخليت على المدرسه وتخليت على اي شيء وجيت لنا الدار دبا. هضر بعض الوزاره كلهم متخلين علينا ومخلينا تنعانيو هاد المعاناه. واحد مات لنا هنايا في دار دبا، كنت يضرب مع الوالد سماره ومرض. كيدخل لهاد المينادي كتعاونو بجميع الاشياء. واحد الاستفزاز مسا بالزينه بزاف. كنا دبا مرادين بالبرد. كتعلم الاخلاق والاداب. الصنيعة التقليدية راه وصل لواحد الحالة سيئة. حتى شي واحد ما معترف بينا. من تزوجت من درت وليداتي كنبقاو كنخدمو وكنخليو فيها الخطيه. ما تمر بزاف وكيدوش الصالير ضعيف. كتدي له فلوسه وانت ما باغيش تدي له فلوسه. ما يمكنش النسل ديالنا نقطعوه من هاد الحرف. سيدي محمد بشحال باش بديتي هاد الحرفة؟ بديتها 65، بديت كنخدم ب10 درهم، وهنا أي حاجة نعطيك الجودة ديالها، بديتها كندخلها من السوق، نجيبها من السوق، ندخلوها للما، من الما للجير، الجير كنديرها المواد الكيماوية ديال الجير، كنحيدها من المواد الكيماوية ديال الجير، عاوتاني كنشلوها في الفونو، داك الفونو هذاك كنشلوها منه، كنوليو ردوها للزبل، الزبل. عاوتاني كطيح باش كتحل الجلدة كطيح، ملي كطيح من الزبل كنهزو عاوتاني شلة من داك الزبل، كنهزوها نديروها في المخالة، المخالة ديال الزرع هي والماء صافي سيك، كدوز 3 أيام في المخالة، من المخالة كنهزوها من المخالة كنديوها للردة، الردة ديال الدبغ، الدبغ شوية حار كتشد فيه الجلدة الجودة ديالها، ملي كدوز يومين في داك المسوسة كنهزوها كنرميوها. ملي كترمى كنشقوها، ملي كنشقوها عاوتاني كنولي نعدلوها، نعدلوها صافطة للخلا، من الخلا تيبس تجي من الخلا، يبست جبناها لهنا، طريناها بالماء، خدمناها حنا كنخدموها الصدرية، وجدتها هي في علقناها، صافي من هنا تفينا تغتشد الصوت. هنا انا جيت معاه ملي كنت صغير مع يماه الله يرحمها، لا لا الله يرحمها ويرحم الجميع، جيت معاهم صغير، عيا خيرني في الصناعات وعيا قال لي زعما ندفعك للعسكر، زعما شي ندفعك شي 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 مهنه اللي تتكبر فيها وترتاح فيها وتضمن المستقبل ديالك. قلت له لا، بغيت نمشي لدار دبغ. تخليت على المدرسه وتخليت على اي شيء وجيت لنا لدار دبغ. واحد مات لنا هنايا في دار دبغ، كنت يضرب مع الوالد سماره ومرض، مرض ومات، ولكن داك الموت اللي مات منقلت الاطباء ومنقلت العنايه والانسان ما عنده شيء. ما حنا النيت عاوتاني عشنا كذلك هنايا في دار الدبغ، ما عمر شي طاقم طبي او لا شي ناس جاو يعطيونا يد المساعده ويعرفوا واش داك الشيء اللي حنا كنتنضروا به واللي مراضين به، ما كاينش. عشنا هكا حياتنا، كنا غير تماره كنخدموا 24 ساعه على 24 ساعه، حنا ما عندناش الكلاس. كل ما قال الصديق ديالي فهمتيني في اطار العمل ديالنا هادشي كله اللي كاين الصدق، وكاينين اسر هنا تشتو بحكم المصاريف ضعيفه، هنا تمره بزاف وكيدوش الصالير ضعيف، يعني 30 درهم او 40 درهم فوق حاليا يعني ما كتكفي والو باش تكون اسره وتدخل عليها 30 درهم و20 درهم، راه عارف راسها بودي راه معاناه، يعني كاينه هشاشه داخل الاسر. الدار دبغ كانت مهنة وصنعة، كيدخل حد بالإنسان دخل للدار دبغ غادي على ما تيقولوا الناس وعلى ما تعلمنا حنا، كتعلم الأخلاق والآداب وتحضر الإنسان وكتعلمو جميع الأشياء كيكون فاقدها الإنسان، حتى في القراية ديال القرآن وفي التجمع مع الناس بعقلهم، كيدخل لهاد المينادي كتعاونو بجميع الأشياء وكيدير وليداتو تا هو من الحلال وكيدق الحلال. ما عندنا لا تغطية صحية لا والو، حنا ما بحال ما معترف بينا، لا حتى شي واحد ما معترف بينا. مرضنا بالروماتيز بالبرد، الله يستر، كنا دباغا مرادين بالبرد، كنا تنحسوا بهاد الركاب ديالنا بالبرد، يعني خصنا اللي عن الجنا، خصنا اللي يشوف من حالنا، ما كاينش. هاد الايامات جاو دوزو هنايا في الواد اطباء، دوزو هنايا في الواد
وما عطاونا لا دواء لا حتى شي حاجه. ها هو دوزو لك قال لك باش كتحس قيدو جمعوا الوراق وفي التالي مشاو بحالو. في القطاع الصناعه التقليديه عندنا اربع وزارات داخله فينا حنايا، عندنا وزاره الصناعه التقليديه اللي لا باز ديالنا، عندنا وزاره السياحه، عندنا وزاره الثقافه، عندنا وزاره الفلاحه اللي كتبيع لنا هذا المنتوج. هاد الاربع الوزارات كلهم تخلين علينا ومخلينا تنعانيوا هذه المعاناه. كنعانيوا من البرد، كنعانيوا من الروماتيزم، كنعانيوا من الصالير ما كاينش، واحد الاستفزاز مستفزينا بزاف، علما ان حنا هما لو بوان فور ديالهم. اللي تنطلب من المسؤولين يشوفوا فينا ويكونوا جديين ويحاولوا ما امكن يطوروا لنا في هذا القطاع. راه الصانع التقليدي راه وصل لواحد الحاله سيئه، وكنظن فهمتيني الا بقات هكا راه كنظن هاد الادمي هنا وهاد الحرفه راه غادي تنعدم. وتشوف من هاد الجلده ديالنا اللي كنطبغوها كنخليو فيها الخطيه، كنبقاو كنخدموها كنخليو فيها الخطيه، تنصدقوا تنتحاشموا مع الناس كناكلوا فلوس المواد. الا عطاك شي واحد السلعه كتدي له فلوسه وانت ما باغيش تدي له فلوسه. خصني بحال دابا هادي انا نشريها ب 100 ريال نبيعها ب 150 ريال انا نربح فيها باش نعيش ولادي. تنشريها ب 100 ريال تنبيعها ب 50 ريال كتبان لك صافي، كتبقى تبان لك ما كيبقى يبان لك لا ربح لا والو. كتصدق واكل مالي المواد، ما واكل مول الجلد كلشي، كتصدق مدمر الدمار الشامل. من تزوجت كي دار والدينا، من تزوجت من درت وليداتي، هو انا عندي شي واحد في وليداتي وزينين صغار، تالي فيهم كل واحد دابا 10 سنين ولا 11 عام تيقول لي نمشي نخدم معاك في دار الدبغ. يعني بحال اللي هي كتعيط عليه ويرات هي دار الدبغ، ما يمكنش النسل ديالنا نقطعوه من هاد الحرفه هادي. تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.